بسم الله. أول شيء جينا في منطقة منار في السكن هذا لنا يومين، فيعني صراحة سكن لا يعلى عليه، يعني الأجواء حلوة، سكن خرافي، والعاملين جميع العاملين في الفندق من استقبال من تنظيف من مطعم من كل شيء، فالأمور صراحة جدا ممتازة. فأنصح الجميع يعني صراحة اللي يمر منار أقل شيء ليلة واحدة يمر في المكان المنتجع هذا. فموفقين إن شاء الله، بالتوفيق حبايبي، السلام عليكم.